فيلم براهماسترا اللي طال انتظاره واللي من سنوات صناعه يحمسون الجمهور بتيزرز للبوستر وبلقطات من كواليس التحضيرات، مؤخرا تم طرح تيزر للتريلر اللي بيصدر في 15 يونيو. فهالعمل بيضم اسماء من اشهر نجوم بوليوود في مقدمتهم أميتاب باتشان، رامبير كابور وآليا بات. وحماس الجمهور الكبير شفناه بالفيديو اللي انتشر لاستقبال رامبير كابور بالإيفنت الخاص اللي أقيم لإطلاق التيزر تريلر. وضمن الأفلام الهندية الجديدة، أمس أقيم مؤتمر صحفي في دبي لفيلم فيكرام اللي غدا بينطلق في السينمات الإماراتية، وهالعمل من بطولة فيجاي ساتوباتي، فهد فاسيل وكمال حسن. Action film which doesn't insult your sensibilities. بهالطريقة وصف كمال حسن فيكرام اللي بيرجع من خلاله إلى الشاشات الكبيرة بعد غياب 4 سنوات عن جمهوره. I started off as a child actor. So there was a time when I lost my front teeth, I lost my market. I was no more a child. And from that was the longest hiatus for me from films. That was about 10 years. That I miss cinema then. But now I don't miss it at all because I'm always with cinema. Either I'm a cinema buff. It's not that it's just my profession. I love it. It's my passion too. That's why when people ask, what is your working pattern? I say, I don't work because I'm on a long holiday and I get paid for it. واختيار اسم فيكرام للفيلم أعاد للأذهان فيلم حمل نفس الاسم كان قدمه كمال بصيف 1986. فهل من علاقة بين العملين؟ They're just the title. It's not like Hitchcock's 39 Steps. In black and white. We just hark back to that name. فيلم فيكرام بيقدم قصة مشوقة بتدور حول شقيقين، أحدهم رجل عصابات والآخر سياسي بيخطفون مسؤول حكومي، مما يستدعي ضابط الشرطة المتقاعد فيكرام اللي يجسده كمال إنه يبدأ بمهمة إنقاذه. وتصوير هالأحداث استغرق حوالي 110 أيام بحسب كاتب القصة ومخرجها لوكيش كانغاراج اللي بيتعاون مع كمال للمرة الأولى. I've worked with first-time directors before, and second film, third film. When I did Nayakan, that was Maniratnam's third film, I think. So that's nothing new in my career. So I relish the idea of working with newer minds. والعمل أيضا مع سوريا اللي بيظهر كضيف شرف بهالعمل أسعد كمال، خاصة وأن بتجمعهم علاقة مميزة بالواقع. It's almost like family. His father is a good friend of mine. We used to work together. I call him brother. So we are brethren, and he's like he also calls me elder brother. But that's the kind of relationship we have. I'm very fond of Surya because it's mutual. والمتبادل أيضا هو محبة الجمهور اللي التقى فيه كمال يوم أمس خلال الترويج للفيلم على برج خليفة. وأيضا ضم جولته الترويجية كانت تواجد كمال بمهرجان كان السينمائي بدورته 75، حيث تم عرض التريلر والNFT الخاصة بفيكرام لأول مرة ضمن الفعاليات. ومع هالخطوة بمهرجان عالمي كان لابد من سؤال كمال عن العناصر اللي بتفتقد لها إنتاجات بوليوود لمنافسة السينما العالمية. سينما is already an international language and we speak it well. Now we must speak it to the world audience instead of trying to compete with just each other. We must now compete in the world market and we're ready for that. And we should prep the next gen to go that direction instead of being happy about being a big fish in a small pond.